مشاهدينا، ما زلنا نواصل حوارنا حول موضوع التحرش بالأطفال، وهذه المساحة طبعا نحن نفردها ونناقش الشق القانوني والتشريعي وأيضا الدور التوعوي المؤسسي. ويسرنا أن يكون معنا اليوم المقدم فيصل محمد علي الشمري، المدير التنفيذي لبرنامج الحكومة الذكية بوزارة الداخلية، والأستاذ المحامي زايد الشامسي، رئيس مجلس جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين. حياكم الله مشاهدينا. يا مرحبا. الله طبعا حياتي. عندنا نحن تقرير عن هذا الموضوع أيضا من شقه القانوني، ونعود إن شاء الله الحوار. قبل ما ندخل في موضوعنا خلينا نتابع هذا التقرير اللي أعد لنا الزميل سلطان العودة. إن التحرش الجنسي بالأطفال أصبح مشكلة متفاقمة في العصر الحالي نتيجة للانفتاح على الثقافات غير السوية عبر الإنترنت والإعلام، وأصبح من الضروري رعاية أطفالنا وتدارك هذه الكارثة التي حلت بمجتمعاتنا. لذا فمن الممكن أن نحمي أطفالنا من التحرش الجنسي عبر عدة وسائل وطرق: الحديث والاستماع الجيد للطفل، تعليم الطفل الفرق بين اللمسة الصحيحة واللمسة غير الصحيحة وتعليمه خصوصية أجزاء جسمه، التثقيف الصحيح في جو من الصداقة بين الطفل ووالديه، منح الطفل الثقة بنفسه حتى يتطرق لكافة الموضوعات مع والديه دون خوف، توعية الطفل بأهمية أن يحكي لوالديه عن كل ما يتعرض له من مواقف وأحداث دون حواجز أو مخاوف بصورة يومية، متابعة الطفل دائماً ولكن دون إشعاره بالرقابة ومتابعة الأشخاص الذين يصادقهم، عدم السماح للخدم والسائقين بالانفراد به على الإطلاق إلا مع وجود الوالدين، منع الطفل من مشاهدة القنوات الفضائية والمجلات التي تبث المواد الإعلامية السيئة. إذن لسنا بحاجة إلى الضغط على أبنائنا أو حبسهم في المنازل، بل إن ما نحتاجه هو أن نوعيهم ونثقفهم لمواجهة النفوس المريضة التي تتربص بهم، وذلك بالتوعية المبكرة والتحدث معهم عن هذه الأمور بكل مصارحة بلغة رقيقة وحكايات غير مباشرة. طبعا مثل ما شفنا في التقرير، وكان يسبقنا حديث عن التوعية والأسرة ودور العائلة وغيره وغيره للحديث، لكن الآن طبعا نحن نتحدث بشكل أكبر عن القانون والحماية للطفل بشكل قانوني. وأرقامنا مثل ما طبعا مشاهدينا تشوفون ظاهرة على الشاشة، لمن يحب أن يتواصل معنا بسؤال أو استفسار لدينا الوجه القانوني وأيضا الوجه الوزاري في خدمة المجتمع. إذا بدينا أستاذ فيصل طبعا وقلنا اللي هي منظومة حمايتي، هاي منظومة جديدة أنتوا طلعتوا فيها، فتحدثنا عنها بشكل أكثر وكيف ممكن أنها تنصف الأطفال. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أشكركم على الاستضافة الكريمة اليوم. منظومة حمايتي هي منظومة ذكية تم تطويرها كجزء من أعمال مبادرة استراتيجية خاصة بحماية الطفل. اللجنة العليا لحماية الطفل برئاسة سعادة اللواء ناصر النعيمي، وبشراكة من كافة قطاعات والمؤسسات الحكومية والوزارية المعنية بحماية الطفل، تعمل على تطوير ممكنات تقنية وذكية تهدف لحماية الطفل وتأمينه وسلامته. لا. المنظومة هذه تم تطويرها على بيئات الهواتف الأربع: آيفون، آي أو إس، أندرويد، وبلاك بيري، ويندوز. تمكن الأسرة من الاستخدام الإيجابي للتقنيات الحديثة. مثل ما نعرف الاستخدامات السلبية كثيرة متعددة، فالاستخدام الإيجابي تمكن الأسرة من تحديد ومعرفة أماكن تواجد أبنائهم دائما وأبدا على خرائط شرطية، مع تمكينهم من طلب الاستغاثة عند اللازم، ولا قدر الله إذا ارتأت الأسرة أنها تحتاج تصعد البلاغ للشرطة فبضغطة زر يصعد بلاغ ذكي لغرف العمليات المعنية. جميل. طبعا احنا نشوف أمامنا على الشاشة الفيديو التوضيحي لتطبيق حمايتي وما يختص به. طبعا استاذي الكريم، يعني المحاماة الآن لها دور كبير والقانون له دور كبير، فإن ما كانت وزارة الداخلية تعدل القوانين فهناك محامون أيضا لتنفيذ هذه القوانين بشفافية وتعريف المجتمع فيها وحماية المجتمع وخاصة الطفل. فإذا ما تحدثنا في البداية عن التشريعات والقوانين اللي هي صريحة في تجريم المتحرش إذا ما ثبتت إدانته، وأثر مثل التطبيقات كإعلام الجمهور على المتحرش لأن قد وصلت له المعرفة والعلم،
كيف ممكن التشريع القانوني يزيد من الوضع أو أنه يوقف مثل هؤلاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. التشريع القانوني في دولة الإمارات ولله الحمد متقدم وحديث، وأحدثه قانون حماية الطفل الذي صدر قبل يعني اللي تم العمل فيه قبل أيام، وهو من القوانين التي هي مفخرة لهذه الدولة لما وصلت إليه آلية التشريع من حماية لهذا الطفل. كذلك توجد قوانين أخرى موجودة من السابق تحمي الإنسان وخاصة الطفل، سواء من التحرش أو من الاعتداء الجنسي أو الاعتداء البدني عليه. قانون العقوبات كان واضح جدا في إدانة المتحرش أو المعتدي بدنيا أو جنسيا على الطفل، وتوصل العقوبات إلى الإعدام. كذلك قانون حماية الطفل أو حقوق الطفل بعد بين بالتفصيل آليات حماية كثيرة وحقوق كثيرة للطفل. جميل. منها طبعا ما قد يتعرض إليه الطفل من إهمال أو من إيذاء أو من استغلال. نعم. أتى يمكن قانون وديمة أيضا لتبيين العديد من هذه الحقوق للطفل. أنتم اشتغلتم على جزء كبير من هذا العمل. أهم ما يميز هذا القانون في ربطه مع القانون التشريعي اللي هو المجرم؟ قانون حقوق الطفل الوديمة، القانون رقم 3 لسنة 2016، يعكس جهود مؤسسية من العديد من الوزارات والجهات المعنية في التشريع بالدولة، وعمل دؤوب استمر لعدة أعوام. جزء منه تضمن مقارنات معيارية مع تشريعات دولية أخرى، مثل ما تم عقده من قبل اللجنة العليا لحماية الطفل لاستضافة ورشة التشريع وحماية الطفل في 30 أكتوبر 2011 مع مشروع الحماية بجامعة جونز هوبكنز والمركز الدولي للأطفال المفقودين والمستغلين جنسيا، واللي أجرت مقارنة معيارية من خلالها مع 169 قانون على مستوى العالم. الجهود هذه طبعا قادتها عدة جهات، منها وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة التنمية والمجتمع حاليا، وزارة الداخلية، وزارة التربية، والعديد من الوزارات الأخرى عملت مؤسسيا في صياغة التشريع هذا من خلال لجان وفرق عمل داخلية أو من خلال اللجنة العليا لحماية الطفل. الحقيقة أن عملية التطوير هذه التشريعية تعتبر ممكن رئيسي، فمن أمن العقاب أساء الأدب، والقانون هذا يشكل رادع ودرء كبير لعدة مفاهيم جديدة على المجتمع، بما فيها موضوع أصحاب الأسبقيات الجنائية في مجال الاعتداء الجنسي على الطفل. فمثلا التشريع يمنع من سبق له الإدانة بهذا النوع من الجرائم من العمل مع الطفل. كذلك يضع ضوابط رقابية والتزامات قد تصل لحد الإدانة الجنائية في حال الإخلال فيها من قبل المعتدي أو صاحب الإدانة السابق. جميل. وهذه كلها الهدف منها الوقاية، فالوقاية دائما خير من العلاج. طب الآن في الجهة القضائية، كيف تمكنتم أنتم كمحامين في دولة الإمارات الربط بين هذا القانون والتشريعات المسبقة قانونيا، واستطعتم أنه من خلالها أن توجدون أساليب أخرى للحصول على حقوق أطفالنا؟ قانون حقوق الطفل جاء بشكل رائع جدا في نصوصه، بين الحقوق التي تعطى للطفل، سواء كانت حقوق أساسية أو حق في الصحة والتعليم والحق الاجتماعي، وكذلك أوجد نوعية جديدة من الحماية اللي هي آليات الحماية. نعم. ثم وضع العقوبات، وهذه تنصب في ما قد يعني إهمال أو استغلال الطفل. جميل. إنما العقوبات أو قانون العقوبات السابق اللي هو 87 كان شامل لجميع الاعتداءات الجنسية والبدنية على الإنسان، وخص الطفل اللي هو تحت 14 سنة اعتبره إكراه، أو تحت 18 سنة، وهذه العقوبات يعني معمول فيها من السابق. القانون الجديد خصص بعض الجرائم اللي هي مثل ما قلت لك في الإهمال وفي الاعتداء وفي الاستغلال، سواء كان جسدي أو استغلال ثقافي عن طريق الأفلام أو استغلال في التصوير أو الأمور الإباحية، وهذه كلها عاقب عليها هذا القانون. نعم. كما عاقب عليها قانون رقم 12 لسنة 2012 اللي هي في تقنية المعلومات. جميل. كذلك عاقب بمن يستغل الأطفال وإلى آخره.
فهذه كلها إن شاء الله يعني منظومة متكاملة ممكن العمل فيها. وطبعا القضاء بما تحيله النيابة من تكييف قانوني يعاقب بالجريمة المنصوص عليها. طبعا المقدم فيصل، طبعا هذا القانون أتى بناء على تطور اللي يحصل في الدولة وأيضا بناء على حالات قد حصلت، ولذلك توجب أن تكون هذه التشريعات قيد الدراسة وإصدار تشريعات جديدة. فهل أنتم تعاملتم مع حالات تحرش مباشرة؟ القانون هذا مبني مثل ما ذكرت على أفضل الممارسات. الحمد لله حوادث الإساءة والاعتداء على الأطفال في الدولة محدودة، وغالبا ما تصبح قضايا رأي عام وتتابع من كافة شرائح المجتمع، وقيادات الدولة شخصيا تتابع حالات الضحايا والطفلة وديمة اللي سمي القانون على اسمها، حالة إنسانية نأسف على خسارتنا لها. سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد شخصيا كان يتابع حالة وضعية شقيقتها وعملية تأهيلها إعادتها للمجتمع، وهذا يعكس حجم الدعم القيادي والمؤسسي لحماية حقوق الطفل في الدولة. المقارنات المعيارية الهدف منها الوقاية، تطبيق أفضل الممارسات التشريعية أو التقنية أو غيرها، دليل على الحرص لتعزيز مفهوم الوقاية. جميل. وهذا الجانب أهم جدا من مسألة الاستجابة. حكومتنا توجه إلى استشراف المستقبل والإبداع والابتكار. طبعا. فحتى التشريع ترى في جانب إبداعي وابتكاري، أن أنت ما تنتظر أن تظهر الحاجة حتى تستجيب لها، لا، أنت لازم تستشف تحدياتك المستقبلية أو تحديات الجمهور والمتعامل وتعالجها قبل وتوفرها قبل ما هو فعليا يحتاجها. طبعا. الآن طبعا نحن في حلقة سابقة تحدثنا أيضا مع الأخوة من وزارة الداخلية، خبرونا عن موضوع مدى السرية اللي يتعاملون فيها مع العائلة في حال طلبوا أنه في حالة اعتداء على الطفل، حتى طبعا تعرف المجتمع في بعض الأحيان يخفي بعض الآباء والأمهات مثل هالموضوع خوفا من الإحراج وخوفا مما سيقوله طبعا المجتمع. لكن في دور القضاء كيف أنتم كمحامين، كيف ترون التعامل مع مثل هذه الحالات؟ هل تتم في دار القضاء بسرية خاصة وبشكل معين؟ الحمد لله رب العالمين، مثل ما ذكر أخوي فيصل، دولة الإمارات متقدمة وتستشرف المستقبل حتى قبل أن يحدث. عندنا في المنظومة القضائية نيابة للأسرة وهي قضايا الأسرة، وكانت قبل بعد قضايا في نيابة للأحداث، عندنا محكمة للأحداث مختصة ومحكمة للأسرة. محكمة الأحداث اللي هي المجرمين أو الأحداث الذين ارتكبوا جرائم وهم تحت سن 18 سنة، وكذلك من يقوم الاعتداء عليهم من نفس السن. هذه المحكمة سرية، تتم بسرية تامة وفي قاعات لا يدخلها يعني المتقاضين أو العامة. والحمد لله، بالعكس احنا نشوف ان مثل هذه المحاكم متخصصة حتى في طبعاً القضاء الذين يتخصصوا في مثل هذه الأحداث، يعني قضايا الأحداث. جميل. وهذا شيء جميل بادر. أما قضايا الاعتداء على الأطفال فإحنا نشوف أن تأخذ منحة ثانية في دولة الإمارات، لأن دولة الإمارات دولة قانون، فمثل هذه الجرائم غريبة. صحيح. وتؤثر على الرأي العام بالكامل، فنشوف لا يعني كثير من الناس تحرص على حضور هذه الجلسات ومتابعتها، سواء كان عن طريق الصحف أو عن طريق الإعلام أو عن الحضور شخصيا إلى قاعة المحاكم. نعم. ولكن طبعا كله يحيطها السرية طبعا والحفاظ على سير هذه الأمور بشكل طبيعي. المقدم فيصل، كنتم يكون في جنيف قبل فترة بسيطة ويمكن خلال الفترة اللي طافت تقنيات الحديثة، فلو تحدثنا عن سبل الحد منها، طبعا هل يمكن أن تعزز الاستخدام الآمن والإيجابي للطفل؟ تطوير منظومة حمايتي كان يهدف لتعزيز المفهوم الإيجابي هذا. طبعا احنا شخصيا انا اطالب اولياء الامور بالحد من استخدام ابنائهم للتقنيات الحديثة لعدة اسباب. السبب الاول ان تزايد ظاهرة الادمان على استخدام التقنيات الحديثة والانترنت لدى الكبار والصغار. نعم. وبدينا نشاهد حوادث غريبة عالميا، يعني مثل ظاهرة الناس اللي تلتقط سيلفي او صورة شخصية ذاتية ويتعرضون للحوادث نتيجة تهورهم أو عدم انتباههم للملابسات المحيطة. نعم. هذا خطر ما كان موجود قبل.
خطر آخر الإدمان نفسه يغير السلوكيات الفردية سواء الصحية أو البدنية أو التواصل الاجتماعي طبعاً. وفي حالات وفاة صارت نتيجة هالشيء. الألعاب الإلكترونية والألعاب المربوطة بشبكة الإنترنت الجماعية اللي ممكن تقود إلى إما تعزيز سلوكيات عنيفة لدى الأطفال أو سلوكيات إجرامية. بعض الألعاب تعتبر مصنفة 18 بمعنى أن لا يجوز أن يستخدمها شخص أقل من 18 سنة. نعم. بعضها يعلم الطفل السرقة، بعضها يعلم الطفل ممارسات جنسية غير مباحة وغيرها، وأخرى تمكن بعض ضعاف النفوس من التواصل مع الأطفال والتغرير بهم. نعم. لسلوكيات إجرامية طبعا. ممكن بعضها يكون ارتكاب جرائم، ممكن بعضها تحويل أموال، وممكن بعضها استغلال جنسي. وأيضا عندك شبكات التواصل الاجتماعي وغيرها من المعروف. فأنت عندك تحديات منها المحتوى، الثقافة الجنسية لدى الطفل اليوم صار مصدرها المشوه الإنترنت والعديد من وسائل التقنيات الحديثة. عندك التطرف وغيره، وهذا تحدي آخر لا يقل عن المحتوى الإباحي في خطورته. عندك الكونتاكت أو الأشخاص اللي يتواصلون معهم، وهذا خطر آخر. وعندك أيضا موضوع التغرير والاستغلال الجنسي. الرقابة الوالدية مهمة طبعا. التواصل الاجتماعي الأسري صحيح. الداخلي وليس عن طريق الأجهزة الذكية وغيرها مهم. الثقة، إذا الطفل تعرض لخطر فيجب أن يحس دائما أن الأسرة هي خط الدفاع الأول ويصارحهم بشفافية، ما بيروح يخبر أهل أنه متعرض المشكلة وينضرب طبعا. هذا شيء لازم إحنا نغيره في ثقافة تعاملنا مع الأبناء. نقطة أخرى، ثقافة أن والله ما أقدر أروح الشرطة أو أخبر، هذه الثقافة لا زالت موجودة لدى قلة، لا بد أن تنزع. نعم. وإن شاء الله نأمل أنها تزول، لأن الشرطة جزء من المجتمع صحيح. ومفهوم الشرطة المجتمعية اللي عززه سيدي سمو الشيخ سيد بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير طبعاً. الداخلية يأكد على مفهوم الشرطة المجتمعية والتواصل المجتمعي بين الشرطة وأفراد المجتمع. إحنا طبعاً. جزء من المجتمع طبعاً. ونهدف لحمايته. جميل أستاذ زايد، إذا ما كان هناك كلمة أخيرة لمن توجهها؟ أوجهها لأولياء الأمور. القانون الحين اللي صادر يتكلم وبكل صراحة عن حقوق طفل، وأن يجب هذا الطفل أن نمنحه هذه الحقوق حتى ينمو النمو السليم، وحتى يكون لبنة في المجتمع ولبنة يعني تسر والديه في عندما يكبر. الوالدين عليهم ثقل كبير جدا طبعاً. على كاهلهم في تربية هذا الطفل، والدولة وضعت المنظومة كاملة لهذه الحقوق ووضعت الرادع كذلك في حال أن شذ أحد المربين عن هذه القاعدة. الدولة حريصة على نمو هذا الطفل وعلى أنه يمتلك هذه الحقوق وأنه ينمو ويكون لبنة في هذا المجتمع. فنعتقد أن هذه فرصة جيدة ورائعة جدا في تقدم الدولة طبعاً. إنزين في ناحية حقوق الطفل. إنزين مقدم فيصل، أؤكد على أهمية إدراك أولياء الأمور المخاطر اللي تحيط بأبنائهم. لا. لا التهاءنا بنمط الحياة المادي المعاصر هالأيام، ما يجب أن لا ينسينا عاداتنا وتقاليدنا وتراثنا، وأيضا التزاماتنا الدينية تجاه الأبناء. حقوق الطفل حقوق مشروع أكد عليها الدين الإسلامي منذ بدايات الدعوة الإسلامية. لا. وأيضا سيدنا عمر بن الخطاب وقصته مع الجعل أكدت ورسخت مفهوم حقوق الطفل طبعاً. الدينية. لا. وهذا التزام ديني ومجتمعي وقانوني لا. مؤخرا. فنأمل أن يكون الأبناء على قدر الآباء على قدر المسؤولية. نعم. نعم. والأطفال أيضا والأبناء على قدر المسؤولية بأن يعرفوا أين وجهتهم، وأيضا يعود الأمر إلى الآباء. شكرا لكم تواجدكم معنا اليوم في هذا الحوار. نتمنى أن نكون خرجنا بخلاصة ورسالة وجهناها للمجتمع بشكل كامل، وعرفوا إلى أين المصاب يكون في النهاية. شكرا لكم. شكرا. مشاهدينا كل الشكر للمقدم فيصل محمد علي الشمري المدير التنفيذي لبرنامج الحكومة الذكية بوزارة الداخلية، والمحامي زايد الشامسي رئيس مجلس جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين. فاصل ونعود إليكم.